جات هذه الوقفه هذه هي نتيجه لمجموعه من اللقاءات مع كل المسؤولين، سواء المجلس المنتخب في جماعة وسلان، وكذلك السلطات المحلية، وكذلك رجال الأمن. مجموعة اللقاءات من أجل مطالب في الحقيقة نستحي أن نذكرها وتدخل في صميم اختصاصات المجلس البلدي، هي بسيطة للغاية. هذه المطالب ما كنطلبوش التغطية الصحية، ما كنطلبوش شي حاجة اللي هي اللي خصو يستحقها المهني، كنطلبوا فقط مطالب بسيطة جدا. ما هي هذه المطالب؟ هو أننا كما كتشوفوا البنية التحتية اللي وقعت اللي دارت في جماعة ديال ويسلان، اللي عرفت هذه البنية التحتية واحد الخراب أكثر من سنة، وهاد الإخوان ديالنا في القطاع كيعيشوا معاناة، وطلبنا ودرنا مراسلات أكثر من سنة. سالات ديك الترقيعات ديال هاد البنيه التحتيه، مباشره جات معها هاد مخفضات السرعه، داروا لنا واحد عائق كبير، وطلبناهم بالتي هي احسن في اجتماعات حضر فيها مسؤول الجماعه وكذلك السلطه المحليه وكذلك الجائم، وعدونا انهم غادي يقلصوا هاد مخفضات السرعه للمره الاولى والثانيه والثالثه، ولا مجيب. السلطات جاوبات معنا يعني بشكل قياسي، حطينا الشكايه تجاوبوا معنا، ولكن الناس الاخوان المنتخبين المسؤولين عن الجماعه اللي هما من صميم اختصاصاتهم، المقاول عنده الصفقه خدا الصفقه باش يصاغب المدخل ديال الجماعه، عنده دفتر التحملات، هذوك المخفضات السرعه لا تستجيب للمعايير التقنيه، ما معقولاش. وتصوروا معايا المراه اللي كانت حامله غتمشي حامله بداك اللي دودان بحال الجبل، غتقدر تولد لنا في الطوموبيل، وتشكاو الاخوان، وربما طرات كما كيقول احد الاخوان. هذا جانب، هذا جانب. المطلب الاخر هو بسيط كذلك، كما قلت لكم، هذه المخفضات اللي هي صوروا معايا في المدخل ديال المدينه في الهبطه ديال ويسلان، كاين مخفض السرعه وحدهم بوان مخفض السرعه، ما فهمناش. العقل يكونوا هاد المخفضات يستجيبون للمعايير التقنيه اللي مضبوطه، هي معروفه وموحده. هذا جانب. الجانب الثاني كذلك، عندنا واحد الممر ديال الدخيسه خصها طريق مرقمه وطنيه، وكلشي كيتملص من المسؤوليه، خصها غير ترقيعات بسيطه لا تحتاج الى ميزانيه وكذا. اكثر من سنه وحنا كنطالبوها، وهي ولات دابا دمرت الى عن اخرها. والاخوان كما كتعرفوا هذا الاسطول ديال قطاع النقل، الناس خسروا فلساتهم، خسروا دم جوفهم، عندهم ديون. فبالله عليك اكثر من 80% اللي كلهم داك لافون ترانت ديال السياره كلات العصا. وهذا الشيء ما كيحتاج الاخوان انه يعني شي تكلفه ماليه لهذ المصالح هذه اللي هي بسيطه للغايه. بالاضافه كما قلت لكم، عندنا كذلك المشكل ديال طريق فاس، عندنا مشكل مع الحافلات اللي في طريق فاس، هذيك محطه اللي في طريق فاس، بل حنا تما كاين قرار المجلس البلدي فيها محطات ديال الطاكسيات. ما هادشي ما كيطلبش، قلنا لهم اسيدي هاد الناس الكيران حنا مع المواطنين، هاد الكيران هادو يعطيونا شويه اتساع، يبعدوا علينا واحد المسافه محترمه، ولا المواطن له الخيار. تصوروا معايا ان الطاكسي كتوقف والكارت يوقف حداه، واكثر من داو هذاك ان الكيران ان ما عندهمش حتى نقطه العبور على مكناس، كل اللي عنده في سميتو في الديسيزيون ديالو عبر سميتو عبر طريق السيارة، ما فهمنا والو. وطلبنا كذلك من رجال الامن انهم يعطيونا واحد البوليسي تما دائم على الاقل باش يحفظ يعني الحرمه ديال هاد السائقين المهنيين اللي كيعانيوا الاخوان. وبالتالي كما قلت لكم، هذه الاجتماعات اللي كلها كنا حنا كنتمثلوا الاخوان وكنصبروهم، ولكن بلغ السيل الزبغ. هاد الناس هادو راه ما واقفينش عبثا، شتي هاد الساعه ولا ساعتين اللي واقفينها راه محسوبه عليهم. ها اكثر من ذلك، قلت لكم هاد النقيطات هما، وبالله عليكم واش هاد النقيطات؟ عندك مخفضات السرعه، عندنا الترقيع طريق دخيسه، عندنا طريق دخيسه، ولكن بين قوسين غنقول لكم شي حويجات اخرى ما كيحتاجوا حتى حاجه. وقلنا لهم حنا نديروهم. دابا الا شفتوا دابا غير هنا الستوب، هذا شوف كي داير داك ستوب حدانا، ستوب لا يحتاج. وبالتالي شحال من واحد دارت له مخالفه، كيفاش هذا السائق المهني داخل بازار ديال ويسلان وستوب ما داخلش؟ عندنا جوج ولا ثلاثه، عندك هذا وعندك هذا. اضف الى ذلك عندنا مشكل بسيط، حاويات ديال النظافه، عندنا محطه بقرار وكنخلصوا الواجبات ديالنا حدا في شارع المسيره، اكثر من سنتين وحنا كنطلبوا داك الحاويات يتحيدوا من المحطه، الزبون كيجي
باش يركب يمشي يقضي غرضه ودير الصف، فاذا به يتواجد في واحد المحطه فيها حاويات، وخرجنا وخرجت اللجنه لم يستطيعوا، بالله عليكم من لم يستطع انه باش يحيد جوج الحاويات ولا ثلاثه من الطريق باش يصلح جوج ديال هاد الاضواء الثلاثيه، باش المقاول اللي عطيته الصفقه باش يعاود القراءه عنده شطار التحملات باش يقادنا مخفضه السرعه، باش نصبغوا تروطوار ستاسيون في طريق فاس. بالله عليكم كم التكلفه شحال كتطلب؟ 10 دراهم للسائق باش نصبغوا تروطوار. وصلنا لواحد الدرجه ان شنو قلنا لهم؟ راه قلتها في اجتماع رسمي، قلت لهم الاخوان مستعدين، ان مازال كنقولوها مستعدين امام الاخوان اننا هذه المخفضه السرعه رغم انهم داخلين في الصفقه ديال المقاول خصو يعاودهم لان كيتحمل مسؤوليته وعنده 10% ديال لا غارونتي، الا ما عاودهمش ما غيتخلص شيء، وبالتالي باش المقاول اللي بيتحكم فيا انا ما يمكنش يتحمل مسؤوليته. بالله عليكم باش تشوفوا ان توصل الجرأه ان الاخوان السائقين المهني قال لك اودي حنا مستعدين نكوتيزيو نصبغوا المحطه ونصابوا المخفضات السرعه، اسيدي عطونا لو فيفيغ. صبروا تصبروا، ها انتم كتشوفوا الحاله اليوم انهم كلهم راه تقدر نقول لكم 100% كلهم واقفين، بل حتى المسانده ديال الاخوان ديال المكناس مشكورين. وهذه هي المناسبه كان الاخوان ديال دخيسه والنقل المزدوج كلهم تضامنوا معنا في هذه الوقفه الرمزيه. وبالمناسبه كنشكر السي عبد الله رئيس الفيدرالية تفضل حدانا هنا، وكذلك السي جمال مستشار معنا في الاداره ديال مكناس اللي متواجدين معنا، تفضل السي عبد الله اللي هما كذلك كيأزرونا، والاخوان ديال دخيسه والنقل المزدوج اللي كيخدموا يعني بجوار الجماعه ديالنا هما كيتواجدوا معنا، السي عبد الله السوري رئيس الفيدراليه ديال مكناس، وكذلك السي جمال، وكذلك السي الامين والامين ديال دخيسه، وكذلك كنحيوا الاخوان ديال المكتب ديال الجمعيه ديالنا اللي هما متواجدين منذ الصباح الباكر اطار باش يخلقوا هذا الجو ديال التاطير والتنظيم. كما كتشوفوا الان يعني المسلك ديال السيارات ما كاينش لا سيركيلاسيون كذا باش ننجحوا. هذه رساله بسيطه بغينا نقول لهاد الناس، الله يجازيكم بخير، نحن لازلنا على العهد والوعد، حنا منتخبين وممثلين في القطاع، تنقول لكم الله يجازيكم بخير. هذه مناسبه باش تشوفوا بعين الرحمه لهاد الناس السائقين المهنيين، راهم بالله عليكم راه الناس هادو راه يوم يصبروا، وراه تنقول لكم هذه راه قنبله موقوته، راه مازال ما ناضوش هاد الناس، راه مازال ما عبروش، راه يلاه هذه اشارات فقط رمزيه، وسنستمر في نضالنا ان لم يعني تستجبوا المطالب ديالنا المشروعه والبسيطه، وتحيه نضاليه.